أسعد طلب من أهله كمبيوتر للجامعة. لحظة حبيبي نطفي. شو ماما؟ شو في؟ يلا بابا فوت كمبيوتر. بابا شو هيدا؟ بابا هيدا أهم كمبيوتر. أنا بدي لابتوب تأخده مع الجامعة. لابتوب؟ كمبيوتر. أبو أسعد حابب يهتم بس نسي الأهم. بي بي أي سي، الاهتمام بالفعل مش كلمة بتتم. ليه؟ خدوا معك على الجامعة.